طبعا مباراه الاهلي وبايرن ميونخ في القاب وفي بطولات، وبنتكلم عن تاريخ كبير جدا. بايرن ميونخ بطل اوروبا، عامل سلسله من الانجازات تحديدا في عام 2020، حقق خماسيه وبيسعى للسداسيه. الاهلي حقق الثلاثيه وبيسعى لتحقيق نتيجه ايجابيه في البطوله ان شاء الله باذن الله، كل شيء وارد تكون الرباعيه. لو استعرض معاكم عدد القاب الاهلي وبايرن ميونخ طبعا قبل مباراه اليوم، لو بنتكلم في عدد الالقاب، الدوري النادي الاهلي في مصر حقق الدوري 42 مره، في المانيا بايرن ميونخ حقق 30 مره، الكاس المحلي 37، الاهلي فاز بالكاس 37 مره، بايرن ميونخ فاز بالكاس 20 مره، كاس السوبر المحلي الاهلي فاز بيه 11 مره، بايرن ميونخ 9 مرات. دوري الابطال الاهلي عمل التاسعه هذا العام، 9 دوري ابطال افريقيا، وبايرن ميونخ حقق السادسه خلال هذا العام. كاس السوبر القاري الاهلي فاز بالسوبر الافريقي 6 مرات، بينما بايرن ميونخ فاز بالسوبر الاوروبي مرتين. وفي كاس العالم للانديه الاهلي طبعا بيعمل نتائج جيده، لكن لم يسبق له الفوز بهذه البطوله، لكن بايرن ميونخ سبق ليه الفوز بكاس العالم للانديه عام 2013، البطوله اللي اقيمت في المغرب، وكان النادي الاهلي مشارك في هذه البطوله، وهي اخر مشاركه للاهلي، وكانت ايضا اخر مشاركه لبطل المانيا البافاري. طيب في تفاصيل كتيرة وعندنا موضوعات مهمة، وبإذن الله هنتابع قدر الإمكان المتابعة الحية للبعثة هناك قبل 3 ساعات من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، لكن أخرج لفاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد، ولكن بعد الفاصل.